مرحبا وأهلا فيكم بهذا التسجيل من جدير بالذكر. الحقيقة اليوم مكتوب بالويكيبيديا وعدة مصادر أنه عام 1958 مثل اليوم هو عيد استقلال أو ذكرى استقلال سنغافورة، والحقيقة هو مو تماما هيك. بالعام 1958 تم التمتع بحكم ذاتي، وهي سنغافورة كانت عبارة عن مستعمرة بريطانية شأن الهند تحت وصاية شركة الهند الشرقية. طبعا ما حظيت باستقلالها غير لآب عام 1965، بعدين دخلت. طبعا هون ما رح ندخل بالتفاصيل لأن ما كثير بتمنا، هلا رح نحكي شو بهمنا. دخلت باتحاد الماليزي وبعدين فكت عن الاتحاد الماليزي وأعلنت استقلالها في على ما أذكر آب عام 1965. ولكن الحقيقة سنغافورة مثال جدا مثالي بالنسبة لنا لناخده لموضوع بناء الدولة. يعني سنغافورة ظروفها عموما تشبه ظروفنا تماما، ودائما نحن هيك كان يهيأ لنا قبل ما يعني يصير فينا اللي صار ونبحث ونشوف ونطلع، انه والله نحن منطقتنا الخصوصية، يعني في صراعة، دائما فيها صراعات، دائما فيها الى اخره، فيها تنوع، فسيفساء مثل ما كانوا يقولوا جماعة البعث. ولكن اكتشفنا انه تقريبا كل العالم هيك، يعني سنغافورة وغيرها من المناطق، عموم الدول، يعني كان اذا نعمل احصائية كل الدول اعيد تشكيل جغرافيتها بعد الحرب العالمية الثانية، ومنها شرق اسيا، ومنها سنغافورة، ومنها منطقتنا. وكانت دولة فقيرة معدمة ولا تتمتع بأي موارد، وهي دولة صغيرة، يعني اليوم يمكن عدد سكانها 5-6 مليون، قد مدينة في سوريا. حظها كان أنه جاء إلى قائد اسمه لي كوان يو، حكم لمدة 3 عقود، يعني ما كان في ديمقراطية حقيقية، وبالمصادر بيقولوا أنه كان حكم هجين، يعني بين الديمقراطية والديكتاتورية. ولكن هذا القائد والمجموعة يلي كانت معه طبعا لا يمكن تشبيهه بديكتاتور اللي كان في منطقتنا، كان في سوريا وغيره. يعني أنا أريد أنه في ناس توصفه بالديكتاتور، ولكن الحقيقة هو بعيد كثيرا عن شكل الحكم اللي قام في منطقتنا. فينا نقول أنه فعلا كان نظام هجين، والأهم أنه كل جهوده والسلطات المركزة في يده لي كوان يو كانت لخدمة سنغافورة ولنقلة. يعني خلال 3 عقود من عام 1965 لعام 1995 تحولت من العالم الثالث إلى العالم الأول، وأصبحت في كثير من المقاييس تتفوق على كل دول العالم. أصبحت تمتلك اقتصاد من أقوى الاقتصادات في العالم، بالتكنولوجيا هي من دول الصف الأول في العالم. باسبور سنغافورة هو من أهم ويعني أقوى الباسبورات في العالم. دخل الفرد، حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي بيحطها بأول 5 دول على مستوى العالم. الموضوع طبعا بيتغير، فأصبحت الحقيقة دولة وحققت معجزة. الشيء اللي بيحز بالنفس الحقيقة إذا بدنا نقارن تقريبا، لأن كانت نفس الفترة بين لي كوان يو وحافظ الأسد، بين سنغافورة وسوريا الأسد، حياة شيء يدعو للاكتئاب والحزن العميق. هون فينا نعرف بقى القيادة الحكيمة، الإدارة، حتى لو كانت ديكتاتورية في بعض الأحيان، ولكن في كثير من الأمثلة كان يعني ديكتاتور. طبعا نرجع منقول الديكتاتور، حتى في تركيا أتاتورك كان يعني معظم السلطات متركزة في يده، في سنغافورة، في غيرها من الدول، في أندونيسيا، ولكن في مشاركة بشكل أو بآخر في اتخاذ القرارات، وفي رقابة على الحكم بشكل أو بآخر. يعني ما كان في تقديس مثل عنا. نحن الحقيقة أكثر من الدكتاتورية، نحن كان الرئيس في منطقتنا قديس، لا يمكن أن تطالوا بكلمة من بعيد أو قريب. فاللي بدي أقوله في هذا الخصوص أنه نجحوا سنغافورة بالإرادة وبالعمل وبوجود قيادة محبة وتريد أن تنقل البلد من مكان إلى مكان، نجحوا رغم أنه ظروفهم تشبه ظروفنا من ناحية ما بعد الحرب العالمية الثانية والظروف اللي كانت قائمة في معظم مناطق العالم، ومن ناحية التنوع الطائفي والإثني. يعني بسنغافورة ما في شعب شكل واحد مثل ما كمان يهيأ لنا، دائما بيقول لك والله في خصوصية سورية، في عندك مذاهب وإثنيات، ما بعرف شو،
بسنغافورة وفي كل دول العالم. دائما أقول الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دولة متنوعة إثنيا وطائفيا. إذا بدنا ناخذ دولة بتشبهنا من ناحية يعني النشأة والحضارة اللي كانت فيها وبعدين الانتكاسة والاستعمار وبعد الاستعمار بيشبهونا كثير، هن من ناحية العرق في عند يعني عراق متعددة، ومن ناحية الطوائف طوائف وأديان متعددة، حتى اللغة ما كانت واحدة، لحتى أضافوا اللغة الإنجليزية وأصبحت لغة رسمية لحتى يسهلوا التواصل مع العالم، وأصبحوا من الدول التي من الممكن أن نقول أنها حلم بالنسبة لنا. فكان جدير هذا بالذكر لليوم. ضفنا على جدير بالذكر، هلأ رح يمر قدامكم لأن نحن عنا أرشيف صحفي عم نستخدمه مثل هذا اليوم 3 أو 4 أشهر، لم تعرف الصحف تطلع 4 بتحكي عن أحداث 3، رح يمر قدامكم من الأحدث إلى الأقدم، يعني كنا نوصل للعام 1907 بعض الأحداث في بعض الصحف يلي مرت خلال السنوات والعقود الماضية. ننتقل بهالرحلة بالزمن، ممكن تطلعوا على بعض هذه الصحف في المكتبة العامة بشكل مجاني لكل المتابعين، وممكن أيضا من خلال متجر القناة تحملوا بمبلغ رمزي للغاية صحف كل يوم بيومه. وعملت مبادرة أنا جديدة اسمها صحف أيام زمان على المتجر نفسه بمبلغ رمزي نستخدمه لدعم المكتبة العامة، يلي صار يعني قربنا تقريبا من رفع 1000 مادة بين دورية وكتاب عليها في مدة قصيرة جدا، بتساهموا في تمويل هذا النشاط وكل نشاطات المكتبة، وبصير في مكتبتكم نسخ من صحف نادرة غير موجودة بأي مكان غير عنا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.